المسألة الثانية يعني دقائق بالمسألة الأولى الأولى شو الشعور ديالكم في هذه اللحظات يعني مش حاجة كثيرة باش بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بروح كريم تحية تقديم واحترام واللي تكبدوا على السفر وجميع ركوع المملكة. بالنسبة للإحساس ديالي كأي إنسان والأرزاق ديال المسألة الأرزاق هذه، حنا كنآمنوا بالمسألة ديال المسألة الدينية، مسألة ريالية ممكن تكون بيدك عاوتاني ماشي ثانية. وكنتمنى توفيق الجميع وتحية لجميع المشاركين اللي توفقوا في هذه المسألة الأولى. ولا يفوتني الذكر انني بغيت نوجه واحد الشكر كبير للطاقم ديال ميديا مراكش لانه ابان منتوج جد مشرف وجد ممتاز بالنسبه للنسخه الاولى بالرغم من الاكراهات اللي كتمر في الخطوات الاولى بالنسبه للديري وهذا يعني فخر بالنسبه لجميع المربين اللي تستجيب للمملكه المغربيه يعني شكرا جزيلا لكم وكنتمنى لكم الحظ الموفق لأن تبارك الله قدمتوا هذا المنتوج جيد وهذا الناتج على مجهودات الجبار اللي تقوم بها في هذه المشاريع الكبرى ومسيرة موفقة وتحية للجميع إن شاء الله ونصر موفقة للموسم القادم إن شاء الله. Thank you.